عدد من الشراكات لإنجاح برنامج الدراسات الثنائية، حيث وصل العدد إلى 100 اتفاقية مع الشركات والبنوك الفلسطينية لتدريب الطلبة في فلسطين. توجنا في احتفالنا 100 شركة بهذه العلاقة، فهذه فرص مفتوحة لكل طلابنا لشركات فلسطين الموجودة، وسنسعى وسنبقى نسعى لزيادة هذه الأعداد مع زيادة السنوات، حتى يستطيع أي طالب يدرس في هذه البرامج في جامعة القدس أن تتوفر لديه فرصة من اليوم الأول لدخوله لهذه الجامعة. الدراسات الثنائية هو نظام مطبق في ألمانيا منذ 40 عام. في فلسطين نقلنا التجربة، بدأنا بها منذ عامين ونحن على أبواب العام الثالث. التجربة تعتمد على فكرة دمج التعليم الأكاديمي مع التدريب العملي بالشركات، بحيث أن الطالب منذ اللحظة الأولى من دراسته ينتظم في الجامعة لمدة 3 شهور، ومباشرة بعد 3 شهور الأولى يذهب إلى شركة للتدريب، ثم يعود إلى الجامعة 3 شهور ثانية، وبعدها إلى الجامعة إلى الشركة مرة أخرى، وهكذا حتى تتم فترة الدراسة مدة 4 سنوات. بالنسبة لفرص عمل الطالب، هذا هو أكثر شيء يشجع الطلاب إلى انضمام للبرنامج، لأن فرص العمل شبه مضمونة، حيث أن خلال فترة التدريب الطالب يتدرب في نفس الشركة على مدى 4 سنين، مما يتيح الفرصة للطالب والشركة التعرف على بعضهم. فإذا الطالب أثبت جدارته أمام الشركة، في الأغلب نتوقع أن الشركة سوف تعين الطالب مباشرة بعد انتهاء من دراسته.